مقاهي سياحية مغلقة ومتاجر أخرى للحرف اليدوية تشكو قلة الزبائن، هو المشهد العام الذي بات يخيم على مدينة سيدي بوسعيد أكثر الوجهات السياحية إقبالاً في البلاد. وتكبدت تونس خسائر تقدر بمليار يورو في القطاع السياحي بسبب تفشي فيروس كورونا، علاوة على فقدان مئات الوظائف، إذ يستفيد أكثر من 4 ملايين تونسي من السياحة بشكل مباشر وغير مباشر، أزمة أثرت على العجلة الاقتصادية ونسب النمو والتي باتت تسجل تراجعاً حاداً. صحيح السياحة الداخلية في الأعوام الفارطة فاتت 6 مليون ليلة مقضاة في الفنادق التونسية، لكن يظهلي ماهوش كافي باش الوتلة الكل اللي عندنا في تونس يخدموا والخدامة معناتها تلقى المورد رزق نتاعها ورجعوا للعجلة الاقتصادية. ما لازمناش نساو اللي الاقتصاد اللي السياحة تمثل ما بين 7 إلى 14% في الناتج الداخلي الخام، معناتها نسبة كبيرة وعالية، ولقد ربي لو كان ما نرجعوش باش تأثر سلبيا على الاقتصاد التونسي اللي هو ماهوش في وضع هايل برشا الآن. معناتها سالم حرفي بمدينة سيدي بوسعيد لم يعد قادرا على مواجهة انعكاسات أزمة كورونا التي أفقدت متجره الصغير أي مداخل مالية منذ أشهر، وبرغم ما أعلنته الحكومة حول مساعيها لرصد تعويضات للعاملين في القطاع والتوجه للتعويل على السياحة الداخلية، إلا أن هذه الخطوات ليست كافية لإنقاذ الموسم السياحي بحسب عدة آراء. ما فماش رؤية واضحة للبرنامج مثلا نتاع شنو اللي فما في المستقبل، شنو باش يكون، باش يحل المطار، باش يخدموا، باش يجيبوا، باش يقع يعني مثلا إعادة فتح السياحة الخارجية ولا فهمت معناه، يعني ما فماش حتى رؤية يعني نتاع يعني مستقبلية. وتمثل السياحة في الداخل 20% فقط من مداخل القطاع عامة، وهو ما يعتبر غير كاف بالنظر إلى تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين وحاجة السوق إلى العملة الصعبة، الأمر الذي قد يعقد الوضع أكثر إذا ما تواصلت أزمة كورونا عالمياً. فقدان أكثر من 400,000 وظيفة هي أبرز انعكاسات تفشي فيروس كورونا في البلاد على مستوى القطاع السياحي، وتحاول السلطات التونسية من جانب آخر إنقاذ هذا الموسم السياحي عبر تشجيع السياحة الداخلية بانتظار فتح المطارات والموانئ لعودة السياحة الخارجية. نجلاء بوخريس، الغد، تونس.